سأل الشهيد إبراهيم الحمدي الأستاذ النعمان: يا أستاذ، من له الفضل الأكبر على حركة الأحرار ولم يذكر اسمه؟ فرد الأستاذ: لو أن الزبيري حيا وجهت السؤال لنا الاثنين لقلنا لك بصوت واحد إنه أحمد عبد ناشر العريقي. في أول عيد للوحدة تواجد بين ضيوف على مأدبة غداء أجامتها الرئاسة رجلا بكوفيته البيضاء وقميصه الأبيض وكوته الأسود. استغرب الجميع قيام المشير السلال له من على كرسيه الخاص به وأجلسه بدلا عنه. جلس العريقي ببراءته يتفرج على الجمع صامتا، وهنا قال السلال وبتلقائيته المعهودة موجها كلامه للحاضرين: لولا هذا لما كنتم هانا، لما كنتم هانا. عندما فشلت حركة 1948 ضد الإمام، قرر زعماء تنظيم الأحرار أن كل شيء انتهى، لكن برقية وصلتهم من هذا الرجل قال لهم فيها: استمروا وسأدعم حركة الأحرار حتى تنتصر بكل ما أملك، حتى تنتصر بكل ما أملك. بعد نجاح الثورة بأسابيع قيل للسلال ذات صباح: هنا واحد اسمه العريقي يريد أن يدخل. فلم يتردد السلال من القيام من على كرسيه وأدخل العريقي مرحبا به. عرض عليه السلال أن يكون وزيرا ورفض، ومندوبا لليمن خارج البلاد ورفض. فظن الرئيس أن الرجل لم يقتنع فعرض عليه رئاسة الوزراء، وهنا نطق الرجل: يا سيادة المشير، أنا أتيت من أجل تعطوني كشف بما تحتاجه الثورة، يا تعطيني الكشف أو سأخرج. هنا نظر السلال إليه بإجلال وبتلقائيته قال له: العشرات الذين تراهم الآن عند الباب كلهم يدوروا مناصب، وأنت تأتي من الحبشة تسأل عما تحتاجه الثورة؟ سلام الله عليك يا عريقي، سلام الله عليك يا عريقي. وعند خروجه من عند السلال استلم من مكتب السلال كشفا بما تطلبه رئاسة الجمهورية، وعاد العريقي إلى أديس أبابا، وبعد حوالي شهر استلمت صنعاء الثورة كل المطلوب. يقول الأستاذ عبد الرحمن بجاش أن أحدهم قال لبطلنا أحمد ناشر العريقي متهكما: هيا ما فعلت لك الثورة يا عريقي؟ فرد عليه وقال: يكفي أن الأولاد يذهبون إلى المدرسة وأننا لبسنا الأحذية بعد أن كنا نمشي حفاة. والآن دعونا نخبركم بقصة حياة هذا الرجل وهذا المناضل. ففي سيرة حياته من العصامية الكثير ومن الكفاح ما ينبغي أن نستفيد منه جميعا، فخلوكم معنا للنهاية. ولد المناضل أحمد عبد ناشر العريقي سنة 1917 في قرية ذواب بعزلة الأعروق محافظة تعز. بدأت حياته بمأساة موت والده ولا يزال طفلا، فتولت والدته تنشئته ورعايته وتعليمه. وعندما بلغ سن الثامنة في العام 1925 شد الرحال إلى عدن، والتحق هناك بمدرسة إسماعيل خدابقش وتعلم الحساب والتاريخ واللغة الإنجليزية. وعندما بلغ سن 18 قرر الشاب العريقي مغادرة عدن والسفر إلى مدينة بربرة بأرض الصومال، وهناك ترافق العريقي مع طيب الذكر الحاج هائل سعيد أنعم، وعمل معا في الصومال في تصدير الفحم والأسماك والجلود. بعد عام من تواجدهم في الصومال وتحديدا سنة 37 كان العريقي أحد أهم الناشطين في أوساط العرب واليمنيين الصومال في جمع التبرعات لصالح فلسطين. كان يجمعها ويرسلها مباشرة إلى عمر الداعوب رئيس الغرفة التجارية اللبنانية كتبرعات باسم الثورة الفلسطينية. وقد تبرع الرفيقين العريقي وهائل سعيد أنعم ب600 روبية، وهو الرقم الأعلى في التبرعات آنذاك. في سنة 38 فضل الحاج هائل سعيد أنعم الهجرة إلى فرنسا، وبقي العريقي متنقلا بين الصومال وعدن. وفي سنة 39 تعرضت مدينة مقديشو الصومالية والمدن المجاورة لها لقصف وحشي من الطائرات الإيطالية. كانت قنابل الطائرات تنشر حمامها في كل مكان، فلم يجد العريقي أمامه سوى أن يترك أمواله في الصومال ويرحل إلى عدن على متن ساعية اتجهت صوب رأس العارة بين عدن ولحج في رحلة استغرقت 6 أيام، رحلة محفوفة بالمخاطر بأمواج مرتفعة ورياح صاخبة. وبرعاية الله وصلت الساعية بركابها سالمة إلى ميناء عدن.
انتهز بطلنا أحمد ناشر العريقي فرصة تواجده في عدن وتزوج سنة 1940، وبعد عام من زواجه سنة 41 هاجر العريقي إلى الحبشة واستقر هناك في أديس أبابا، ولم تمضي سوى 3 سنوات حتى أصبح من أهم رجال الأعمال المستوردين، إذ بلغت تجارته ذروتها سنة 1944 ميلادية. وفي نفس العام زار العريقي عدن وتعز، وهناك التقى بالأستاذ محمد محمود الزبيري، وبعد عدة لقاءات استطاع العريقي أن يقنع الزبيري بتأسيس تنظيم سياسي مناهض لنظام حكم الأئمة في صنعاء، وأقنعه بأن عدن هي التي تملك مقومات العمل السياسي وتسهل فيها حرية الحركة والتمويل من خلال البيوت التجارية الموجودة هناك، وخاصة أن وجود المناضل الكبير أحمد نعمان في عدن قد يساهم كثيرا في نجاح هذا التنظيم. نشط المناضل الكبير أحمد عبد ناشر في التواصل مع حركة الأحرار اليمنيين من خلال تقديم الدعم المادي اللازم لتمويل نشاطها السياسي والثقافي، وجمع لذلك الغرض تبرعات من أصدقائه وإخوانه المناضلين المهاجرين، بل وكان له تأثير كبير في إقناع سيف الإسلام إبراهيم بن يحيى حميد الدين أحد أبناء الإمام يحيى في الانتقال من أسمرة إلى عدن وإعلانه هناك الانضمام لتنظيم الأحرار المناهض لحكم والده الإمام يحيى. عندما فشلت ثورة أو حركة 48 ضد الإمام، قرر زعماء الأحرار أن كل شيء انتهى، لكن برقية وصلتهم من بطلنا المناضل أحمد عبد ناشر العريقي، قال لهم فيها: استمروا وسأدعم حركة الأحرار حتى تنتصر بكل ما أملك، فأحيا في نفوسهم ما كاد أن يموت. وكانت أول إسهاماته بعد فشل الحركة هو شراءه مطبعة لصحيفة صوت اليمن، الصحيفة التي أنشأها زعماء الأحرار في عدن كصوت مناهض لحكم الأئمة في صنعاء، واستمر بدعمه السخي لتنظيم الأحرار حتى قيام ثورة 26 سبتمبر سنة 1962، بل وحتى بعد قيام الثورة ظلت يده السخية الأبية تجود بالغالي والنفيس في سبيل انعتاق الأرض اليمنية من حكم الأئمة. عرض عليه الرئيس الراحل عبد الله السلال منصبا وزاريا ورئاسة الحكومة، وعرض عليه الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم الحمدي تكريما يليق به، إلا أنه اعتذر عن قبول العرضين وفضل أن يبقى داعما وهو في الظل. يقول الأستاذ عبد الرحمن بجاش: توفي المناضل الكبير أحمد عبد ناشر العريقي في 6 ديسمبر سنة 1996، فلم ينتبه أحد، وفي كشف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وهو ما رأيته بعيني مرتب للعريقي قوامه 8000 ريال، لم يطلبها هو ولا أولاده. ثورة على النار والحديد الطغاة اللي شربوا سنين طويلة من دماغ، ثورة على النار والحديد الطغاة اللي شربوا سنين طويلة من دماغ، ثورة اليمن السعيد، ثورة الشعب المجيد، ثورة اليمن السعيد.